انا حاسس ان اللوحه عايزه مثلا روحه، او عايزه في لينس فلير كده في الجلاس. دخلت فينا كنول، فينا بلاير، فينا بلاجن اسمه كنول لايت فاكتوري. كنول لايت، اكتبوا كنول لايت فاكتوري. ده بلاجن اسمه كنول. هحاول اقول لكم نعم. اللي هو الفلتر اللي هو بتاع الـ، لا اللي هو التقليدي بتاع الفوتوشوب، لا بيبقى وحش. اللي هو بيبقى عامل كده ده اللي فيه دوائر ومكرر، لا بيبقى وحش، بيبقى شكلها اصله بيبقى شغل مقاولين، عارفه اللي هو اقول لكم مثلا انا عملت لير ثانيه. ايه ده؟ ماشي، بس انت برضه حسب سنسك، انت عايز تزوده عايز تشيله. انت مثلا انت ده مشروع الاطفال، فانت عايز تخليه منور مثلا، مشروع تاني عايز تقلله. ما تروحش البرايتنس تيم بتاعكم من الفلتر والاوفر اللي هي ليش بلاير، بس مش معروف من الفلتر اللي هي كرون. انا لسه ما عملتهاش. اسم البلاجن اهو هو كنول لايت فاكتور. كنول لايت فاكتور هي كي سايلنت تقريبا. المفروض نب افتحه بيديني لينس فليرز كل الاشكال والالوان يعني. ثانية واحدة. المشكلة ان دي نسخة قديمة. بص بتعمل ايه؟ في الحاجات الهاي ريزوليوشن بتتكرر كده، بتعلم عشان النسخة قديمة. بس المفروض بقى ان انا بوصل لحد اخر حاجة يعني، مثلا ده تقريبا ده اللي انا استخدمته تمام، بعد كده اديته بلور وكلام من ده. المفروض انت بتختار اللينس فلير اللي انت عايزه واللي مناسب لمشروعك برضه يعني. مثلا في حاجات مثلا فيها مثلا ده حاجه نايت، في انوار بقى طالعه وكلام من ده، فانت تختار ده مثلا وتخليه في خلفيه، فاهمني؟ يبقى في ماسك مثلا لوحده وهكذا. فانا عملت ده. نزلته منين ولا هو بيتسطب؟ هو بيتسطب في البلاجنز بتاع الفوتوشوب، هو مش بيبقى موجود في الفوتوشوب تمام.